مساء الخير مشاهدي أخبارنا الجالية، مساء الأنوار مع ضيفتين عزيزتين على القلب، ضيفتان سيعبران عن يعني تجارب مهاجرين مغاربة في الميدان الجمعوي. سنبدأ هذه الحلقة مع السيدة الدحمان سعيدي رفيعة، مؤسسة جمعية بيتنا، وبعدها ستكون معنا السيدة سعاد الإبراهيمي، مترجمة محلفة مقبولة لدى دولة بلجيكا، وهي مستشارة قانونية بجمعية بيتنا. سوف نبدأ حلقتنا مع السيدة رفيعة. نتمنى من السيدة رفيعة أن تقدمنا لنا شخصيتها وما دورها في جمعية بيتنا. تفضلي أخت رفيعة. اهلا وسهلا بكم. شكرا شكرا، كنشكركم بزاف على هذا الاهتمام اللي عطيتونا لهاد الجمعيه، لهاد النساء يعني مهاجرات، ولا سواء مهاجرات سواء اللي داخل البلاد. كنشكركم بزاف على استضافتكم. أنا مترجمة محلفة وخبيرة قانونية، كنساعد يعني مستشارة قانونية للجمعية ومساعدة للجمعية في تحرير الطلبات والمقالات وتنظيم الحفلات، باعتباري بأنني اشتغلت في السلك الدبلوماسي وعندي علاقات يعني مع السلك الدبلوماسي ومع الجمعيات الأخرى. إذا يعني أنا كمستشارة للسيدة رفيعة وللجمعية. يعني كتبقى اليد اليمنى ديال السيده رفيعه يعني في جميع الميادين كتخص الجمعيه. ما شاء الله عليك اخت سعاد، يعني الحمد لله، يعني انسانه اخت رفيعه طيبه وكتشتغل في العمل الجمعوي، وانتم كذلك كتساعدوها في هذا العمل النبيل. شكرا لكم. الاستاذه رفيعه، ممكن تقولي لي يعني كيفاش جاتك الفكره الاوليه باش انك تاسسي هذه جمعيه بيتنا؟ نعم، الفكرة هي جاتني في التسعينات، الأول أوائل ديال التسعينات، بحال اللي صرحت في الأول، يعني كنت ساكنة حدا واحد المسجد، وكنت كنشوف النساء كيدخلوا المسجد، وكان أنا داك ما كانش النساء كتير كيمشوا للمساجد، ما كانش الأماكن ديال النساء، وشفتهم كيدخلوا ولكن بزاف ما كيعرفوش كيفاش هي الصلاه، ما كيعرفوش شنو كيقولوا فيها. كاين اللي خالقين هنا، كاين اللي جام من بلدان اخرى، يعني سواء مغاربه سواء افريقيين سواء، يعني بقيت كنوريهم شويه شنو تقول سوره الفاتحه، الشهاده، التحيه، كنعلمهم شويه شويه، وحبوا ديك رضاو، يعني حبوا ديك الشهادات بان انا كنوريهم بواحد الطريقه مستحبه، يعني كنحبب لهم، نعم كنحبب لهم ديك الحوايج اللي كنوريها لهم، وبداو كيجيو كل مره كيجيو جوج زايدين ثلاثه اربعه، بداو كاين الناس كي دونك رحلت من ديك لاكومين هادي، كنت ساكنه في لاكومين في ميدي، ورحلت مشيت لاندرليك، وكان تما واحد المسجد، ودخلت عندك المسجد وطلبت منهم كذلك نعدل واحد البلاصه اللي نجمع فيها الناس، نفس الشيء جبرته. وانا داك ما كانش بان كاين هاد لي بارو، هاد التليفون، هاد الواتساب، وهادشي ما كانش، كان غير الاذاعه ديال بلجيكا. الناس كيكون حتى رمضان دخل رمضان باقي ما عرفناش رمضان واش كاين والعيد واش كاين، كانت شي صعوبه زعما. وبديت كنجمع الناس، والناس هذا كيقول انا هذا، هذا كيقول انا هذا، الى يومنا هذا. يعني بديت مزيان في هذا في 96، ما شاء الله 96، يعني بديت كنقري الناس الى يومنا هذا، يعني راه الوف ديال الناس اللي قرات وتعلمت والحمد لله. استاذه سعاد، واش انت بديتي معاها في الاول من اسست استاذه رفيعه جمعيه بيتنا، ولا التحقتي بها فيما بعد؟ لا، فيما بعد التحقت بها، لانني شفت يعني الانشطه والمهام ديال الجمعيه، وشفت مع الناس عصاميين يعني ما عندهمش شي يعني تكوين جامعي او لا عادي او لا يعني خبره في 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 جمعيات المجتمع المدني، وقلت لماذا يعني نقدم هذا يعني البودره طايره بيدي، هذا حبه رمل لمساعده هذه الجمعيه،
وعلاش ما نعملش هذا واحد الطريف ديال الخير نساعد النساء هذو، يعني سواء في كتابه وتحرير المقالات او لكتابه الرسائل او يعني ك يعني تواصل مع وزاره الخارجيه، مع السفارات، مع يعني الجمعيات الاخرى. نعم هذا السبب. شكرا استاذ سعاد. استاذه رفيعه، يعني فعلا اللي فهمت من الكلام ديالكم انت هذه الجمعيه انبثقت من شي حاجه عايشتيها في داك انذاك، وما كانش يعني النساء ما عندهم واحد المكان لانهم يتعلموا منه اللغه العربيه في داك الوقت هذاك. واش كانوا النساء اللي هما يعني كيقراو اصلا، ولا انهم حتى اللغه العربيه ما تيقراوهاش؟ يعني على ما فهمت انكم درتوا محاربه الاميه بالنسبه للنساء اللي كيلتحقوا مهاجرات في الاول المغرب. كيفاش يعني جاتك الفكره من بعد انك تولي تقريهم اللغه العربيه بالاضافه لتحفيظ القران؟ اللي سمعت ان فهمت من كلامكم يعني في الكواليس انكم كديروا حتى تحفيظ القران. كيفاش جات الفكره في الاول بعد نعلموا اللغه العربيه ومن بعد كذلك نحفظوا القران من اجل الصلاه طبيعه الحال؟ لان اللي فهمت انك بحكم انك كنتي ساكنه في يعني بجانب المسجد، فشنو هي اللي شدت الانتباه ديالك في المسجد بعدا عاد نوصلوا للفكره بانك حفظت يوم القران وتعليم الصلاه؟ هو كان مسلمي دائما كتحب القران، اكيد كتحب القران، ومي كتشوف واحد الانسانه كتهضر معها بواحد الحلاوه ديال القران وبواحد الحلاوه ديال الدين، وهذا كتجلب عندك، يعني كترجع نتينا هي تلميذة وهي معلمة، تعطيك رأيها وتعطيك، حيت الناس كبار تعلم ديال الكبار ماشي هو ديال الصغار. الصغار تقدر تنهض فيهم، تقدر الكبار لا، عندك أول حاجة الاحترام المكانة ديالهم، وهي باش خرجتيها من ديك الدار راه ماشي سهلة باش تخرجي من ديك الدار وتجي عندك تعلم وتبدا ديك الألفابي يعني ديك الحروف، وهذا كتحس بها يعني. وحنا كنرجعوا حنا، انا كتلميذه ديالنا، وكان ندخل الحروف في القرايه ديالها في الدروس ديالها، ونفس الوقت كندخل القران والحديث والدعاء. دونك هي كتعلم بعض الحوايج اللي كانت بالحاجه فيهم، وما راضياش تفتش وما راضياش تقول شكون هذا اللي غادي يعطيني هذا الشيء. فانا كنوريها كيفاش تصلي، كيفاش شنو غتقول في الصلاه، شنو غتقول في كذا، شنو غتقول هنا. فبزاف الاخوات يعني هذه كيجيو يحكيوها لي، حتى الراجل ديالها كتمشي للدار وكتعلمو كتعلمو الفاتحه، كتعلمو، حيت جاو الناس قدام زعما كجاو في الستينات وداكشي، جاو كيخدمو، جاو ما جبروش المساجد، ما داوها غير في الخدمه وداكشي. وكاين اللي خلق هنا كذلك، بقاو مساكن على الفرنسي مدرسه الدار، وانا عملت المستحيل باش تعمل اندماج عندك المراه تخرج وتعرف راسها فين هي في اوروبا، كنخرجها كتعرف مثلا تمشي تهضر، كنعملو حتى الفرنسي، كنعملو الدروس ديال الفرنساويه باش حتى هذيك السيده باش تقدر تمشي مثلا لا كوميد، تقدر تمشي للطبيب بوحديتها، تقدر تمشي تركب في المترو بوحدها. كانوا راه ما كيخرجوش، اكثريه كانوا زعما شويه مساكن محافظ، كيف جاوا من البلاد هيدا بقاو، دونك العربيه ما كايناش، فخرجناهم في اندماج مع المجتمع الاوروبي، والحمد لله عطاو واحد النتيجه كبيره يعني، الالوف الاد النساء والبنات، وسبحان الله كل وحده كنعرفها، كنعرف ولادها وكيجوا عندي، الراجل ديالها ولادها يعني كيشوفوا الام ديالهم كتقرا، كتعمل، كتخرج، كتسافر، كتعمل فواياج، كتشارك في الاعمال الخيريه. كذلك عندنا الاعمال الخيريه اللي كنقوموا بها، حتى هما نيت اللي كيقراو كيقوموا بهذا نفس العمل. يعني كنعملوا بحال دابا في الايام ديال البرد، في المواد ديال من مارس كنبداو، عفوا كنبداو من شهر 11 الا حتى مارس، عندنا كنطيبوا وكنوجدوا الاكله سخونه من هذوك الناس اللي على برا كيكونوا ساكنين، كيكونوا كينعسوا في لي سونتر في المترو، في المترو كاين اللي في لي سونتر كيعطيهم غريباتهم، كيعطيهمش الاكل، كيعيطوا لي في التليفون بلاش، كيقولوا لي بانهم راه كينعسوا ولكن راه جوعانين ما عندهمش الماكله،
كنهيئوا لهم الاكل ديالهم، كيديو يجيو الشباب الاولاد ديك الاخوات اللي كيقريو بالطوموبيلات ديالهم كيجيو كيديو الماكله كيفرقوها، راه 700 فار اللي كان اللي كنفرقوا ديال الماكله، يعني الصبان الحريره الروز الحمد لله. زعما حتى هذيك السيده ما بقاتش معزله في الدار ديالها، جالسه كتربي الدراري مدرسه الدار، وعطيتهم واحد الفرصه في الحياه، واحد الفرصه في الحياه بان تعيش، حيت خصنا نعيشوا في هذه الدنيا بهدف، خصنا يكون عندنا واحد الهدف كنعيشوا فيه، ماشي غير صافي جينا لاوروبا نتخبعوا في الديور ونتخبعوا ونحيدوا، لا خرجوا تاتينا الشارع، تاتينا تعرف شنو كاين من وراء السيطره، يعني كاين ناس مساكين لا برا كينعسوا، كاين ناس ما عندهمش ماوى بدون ماوى، فكنجمع لهم الحوايج، كذلك الفيتمون كنجمع لهم الحوايج، كنجمع لهم الغطاء فراش، عندنا غالبا لا كارد دي سونترال لا كارد ميدي لا كارد نور، هادو هما اللي كيكونوا عامرين بزاف وما كيخرجوش، كيبقاو مساكن مخبئين تما، فحنا كنديو لهم الماء الحليب، كاين البيبي ندي لهم الحليب ليكوش. يعني شكرا لك، يعني ما شاء الله عليك، اول خطوه انك كسبتي الثقه ديال مجموعه من النساء المهاجرات، وهذا ماشي سهل فداك فداك الحقبه من الزمن، ماشي سهل. انا غادي نسولك من بعد على كيفاش انك كسبتي الثقه بعدا ديال النساء باش انهم يجيو للجمعيه والازواج ديالهم يخليو يلتحقوا بالجمعيه من اجل التدريس. هذه النقطه تحتسب يعني جمعيه بيتنا. والنقطه الثانيه انك يعني كانت في الاول كما قلت يا ربه بيت، ومن بعد اندمجت في المجتمع البلجيكي واصبحت فاعله في المجتمع المدني، كما قلتي انك تقوم بمجموعه من الاعمال الخيريه بالنسبه يعني الناس اللي بدون اوراق اللي كي طبيعة الحال كينعسوا في الشارع. تبارك الله عليك الأخت رفيحة، وتبارك الله على الأخوات اللي فعلا فهموا شنو المعنى ديال الدين الإسلامي. الدين الإسلامي كيبقى سلوك ومعاملات، يعني جاو حفظوا القرآن، قرأوا اللغة العربية، يعني رجع عندهم واحد الهدف في الحياة، رجعوا فاعلات في المجتمع المدني، وكذلك أنه يعني حقوا واحد الحلم اللي كانوا ربما كيترجوا هما في الصغر ديالهم. أخت رفيحة ممكن نسولك يعني شحال يعني النساء حاليا دابا عندكم في الجمعيه؟ انا عارفه الرقم ولكن بغيتك تذكريني به وتقولي للمشاهدين في هذه الحلقه. حاليا عندي راه 1500 1500 وزياده، راه من الان وهما كيعيطوا يتسجلوا، واللي قراو يعني باقي اتصال معاهم كيعيطوا، كتكون شي حفله كتكون شي مساعده، يعني ما نساوش واحد النقطة ألا وهي عندنا واحد المساعدة كبيرة من ناحية ديال المغرب ديال البلاد ديالنا. يعني كذلك لما كتكون عندنا العيد الصغير، العيد الأضحى، دخلة المدرسة، يعني لا بد عندنا فيها كنخدموا لها باش كنصيفطوا، يعني المغرب جميل، يعني المغرب كامل، يعني حيت علاش عندي انا النساء من المغرب كامل، يعني جيت من المغرب الشرقي، من الشمال، من الوسط، من الجنوب، يعني من قنيطره، السلام، مراكش، اكادير، دار البيضاء، الشمال، تطوان، طنجة، الشاون، يعني اي مدينه زعما هذه غتجبر كاينين عندي موجودين، يعني كيكونوا هما كيجيبوا طلبات. دابا بحال دابا الصيف كيهاودوا كيشوفوا عائلات، كيشوفوا ناس اللي ما عندهمش داكشي، كيجيبوا لائحه كيقول شوف راه كاين واحد العائله وكاين واحد المطع كذا واحد المطع، وخدمنا كذلك عاود خدمنا، فتحنا واحد المركز ديال الدراري الصغار ديال حفظ القران من ناحيه في ناحيه فاس في سيدي حرازم، تما فتحنا واحد المركز ديال تعليم القران، كذلك في واتس في هذه في بركان، في بركان كذلك عملنا المسجد، عملنا مركز يعاود لحفظ القران للاطفال والنساء، كذلك في ناحيه الشمال في تطوان، كذلك في مراكش، في اكادير، يعني مي كيكون عندنا شي بلاصه كنقدروا كيجيبوا لي، انا ما كنقدرش نعرف كل شيء كيجيبوا لي شنو كاين، فاحنا وكذلك الابار، يعني شحال هادي دابا شويه الابار رجعت فيهم شويه، هذا وقفوا ديك الحفر الابار، يعني الابار عملنا يعني من المئات، عملنا دواور على برا وداكشي،
والحمد لله كتكون عاود شي واحد مريض، شي واحد عنده شي حاله، كيجي يصيفط لنا كيجيبوها لنا، كنوضوا نعملوا شي حفله، نعملوا شي غدا، نعملوا شي حاجه كنجمعوا. والحمد لله حتى هادوك اللي كانوا قراو شحال هذيك كانوا دائما كيعيطوا، راه حنا معاكم، يعني الا كانت شي حاجه مش مساعده حنا معاكم. كذلك في الايام ديال الزنزه اللي درا في الاطلس، يعني الحمد لله كنت موجوده في المغرب، وكانت جات عندي واحد السيده من وجده وجات عندي ضيفه من طنجه وبيت معايا، وهذيك الليله غادي تبقى هذيك الزنزال، يعني لا غدا في الصباح اول من الناس اللي وقفوا في نقطه الحليب كنعطيو الدم هي انا وديك السيده. فجات التلفزيون والصور جبنا حنا جالسين، وهذيك هي كتعمل في الصحه هنايا، يعني في شونتي كتعمل في الصحه، مي شفنا الناس وما كاينش الناس، كان السبت صباح السبت باقي ما جاوش الناس اللي عطيو اللي يعاونوا. فقلت لها نوض نشوفوا انتينا، بقات مشات عندك الرئيس وهضرت معاه، قلت له انا رانا خدامه رانا طبيبه وداكشي، قال لي لا 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 بس من اللي عطاها الجيلو، بقات هي كتزول الدم حتى هي كتخدم حتى هي. ودرت تليفون الاخوات حيت عندي اتصالات معاهم داكشي، قلت لهم راه خصنا نديروا واحد مبادرة ديالنا، خصنا نديرو هاد بيتنا، خصنا ندخل في هاد الشيء هذا، خصنا نعملو شي قافلة. من أول قافلة اللي وصلت هاد المكان هذا هي من طنجة ديالنا، هي ديالنا، يعني بيتها ليلة 24 ساعة وأنا جالسة أمام هادوك اللي كيخيطوا الخيم، يعني 6 ديال المكازات عندهم تسوب ديال الخيام وكيخيطوهم، علاش كانوا الناس جاو كيشريو داك الخيام وكيعاودوا فيهم البيت، كتعرف الوقت ملي كيكون شي حاجه كتباع الوقت ديالها كيكون. فانا بقيت جالسه مع ديك الخيام يعني 24 ساعه وانا جالسه، والحمد لله من حسن الحظ كاين واحد المسجد كندخل نصلي ونخرج باش كنخاف عندك يجي شي واحد يدي لنا شي حاجه ولا، وهما كيخيطوا 600 خيمه اللي وجدت في يعني في 24 ساعه، وجابوا الناس كيخيطوا معاهم وكنشوف داكشي كيتخيط وكيتفصل وكيتعدل حدايا. يعني وهاديك الساعه عملت طلب، كنت ديجا عملت طلب في الصباح مع داك 12 عملت طلب ديال البطانيات وليكوش والمخايد والحوايج، مشيت جيبوهم لي الشباب، جابوهم لي من المعامل، من المعامل داكشي جديد، ماشي زعما جابوا لي داكشي من المعامل. وجات القافله وعام تعمرت، وكنشكر الاخ ديالي هو اللي تكلف لي بالترونسبور حتى وصل لينا المكان اللي خاصها توصل. اول خيمه دقت في هذا اللي هي بيتنا، وديك العسكر كيعدلوها كيطلقوها، والاخ ديالي كيهضر معايا كيقول لي كل جمعيات بيتنا هما الخيم ديالهم، وعملتهم في الغوز بحال الشعار ديالنا اللون ديالنا عملته. كيقول لي اول خيمه اللي دقت في هذه الناحيه هي ديال بيتنا، يعني مشات واحد القافله كبيره، يعني راه دخلت فيها تبارك الله، كلشي شارك كلشي كيعطي كلشي، يعني منا شي حوايج اللي هما مهمين، الفراش باش تستور ديك العيالات وديك الناس كبار وديك الدراري صغار بقاو ساكنين بقاو على برا. اول حاجه خدمت فيها هي الخيمه والفراش والملباس وليكوش ديك البيبي وديك. طبعا اكيد اكيد كان واحد التضامن كبير، اكيد أستاذة رفيعة ما شاء الله، يعني جمعية بيتنا بدأت بواحد الهدف، نعم، وما شاء الله بحال واحد الشجرة اللي تفرعات ولاو عندها مجموعة من الأهداف ومجموعة من الأشياء اللي كتقدمها للمجتمع المدني. غادي نرجع لك فيما بعد أستاذة سعاد، سمحي لي أستاذة رفيعة، ونسولوا الأستاذة سعاد بحكم أنك مستشارة قانونية للجمعية، يعني الجمعية واش طبيعة الحال ماشي بالسهل باش حققت هذه الأهداف، هذه ممكن يكونوا مجموعة من الصعوبات أو العراقيل اللي كانت في ظل تحقيق هذه الأهداف، هذه شنو هما الأشياء اللي نتوما يعني ربما لقيتوا صعوبة بأنكم تحققوا هذه الأهداف، وفعلا الجانب حتى الجانب المادي واش فعلا كاين واحد الصعوبة ولا كاين واحد الجانب مادي اللي كيساعدكم أنكم تحققوا من مثل هذه الأعمال الخيرية، ولا كاين إحسان يعني من المحسنين مثلا، يعني على سبيل المثال؟ الحقيقة هناك عدة صعوبات
لأننا ما عندنا شي واحد الدعم مادي لا من الدولة البلجيكية ولا من الدولة المغربية. حنا عندنا يعني دعم ديال المساعدات يعني شخصية ديال باش نقول المريدين ديال الجمعية، الناس اللي يلتجئون إلى هذه الجمعية. إذا كل واحد كيش عارف الأنشطة ديال الجمعية، عارف المهام ديال الجمعية، هو عاي كيقرا فيها، إذا عارف شنو يعني الاحتياجات والخصائص ديال الجمعية، ديك الساعة هو بدو كيحتاج كيعطيك يعني كيتبرع ولا شي حاجة بحال هكذا. بحال مثلا السنة الماضية الجمعية قررنا كاملين بينا في الجمعية باش نساعدوا واحد القبائل في منطقة الريف، يعني في بمناسبة عيد الأضحى. يعني هذا الشيء هذا السيدة رافعة قالت الأخوات قالت علاش ما نساعدوش نعملوا واحد الحفل، وشكون ماشي يقوم ديك الحفل؟ يعني هاد النساء هادو اللي داير في الجمعية هما كل واحد ماشي كيفاش يساعد، لا بالأكل ولا بالشرب ولا هاديك، وماشي يعمل حفل فواحد الفندق، جمعوا ما تيسر وأرسلوا إلى منطقة الريف يعني لشراء الأضاحي للنساء الأراميل والمطلقات والأطفال اليتامى مثلا على سبيل المثال. عاود نفس الشيء بالنسبة للدخول المدرسي، يعني كيفكروا كيقولوا غير باش يعملوا واحدة يعني كلابينة كحبة رمل، ماشي احنا ما عندناش الدعم لا من وزارة الداخلية ولا من وزارة الخارجية ولا من وزارة عمالنا في الخارج، حتى حاجة ما عندنا. هذا دعم يعني شخصي ما بعطيتنا كنمسي يعني الدعم الأخوات المشاركات في الجمعية، ويعني هذا يعني كيشرف المجتمع المغربي وكيشرف المهاجرين المغاربة، يعني كيبين الحب المغاربة فين مرحلوا ارتحلوا كيبقى داك الحب ديالهم الوطن ديالهم والتآزر ديالهم كمسلمين. يعني حتى هذا راه في حد ذاته راه مساعدة ليا كبيرة للمجتمع بصفة عامة، أنك تشوف واحد الأخت جات باش تقرأ اللغة العربية وتقرأ القرآن وفي نفس الوقت شاركت في مجموعة من الأعمال الاجتماعية. الهدف الجمعية هي يعني إعطاء أحسن صورة للمرأة العربية بصفة عامة والمرأة المغربية بصفة خاصة. ونحن كنقولوا بأن بزاف ديال الأقاويل بعض البلدان كيقولوا بأن المرأة المغربية هي عندها صورة سيئة سواء في الخارج أو في أوروبا. حنا كنفندوا هذا الخايب. حنا كنقولوا المرأة المغربية تتميز بالثقافة، تتميز بحسن التدبير وبالتدبير الرشيد. والمرأة المغربية يعني في كل مراحل عمرها، احنا عندنا في الجمعية النساء في السبعينات والسيدة شافهم المرأة بقى عندها يعني قال لك التعلم في الصغر كنقشي على الحجر والتعلم في الكبار كنقشي على الماء. لا ما كاينش هذا الحكمة هذه لا وجود لها. التعلم في جميع المراحل العمرية من المهدي إلى الدحر. المرأة عندها 70 سنة هي جالسة كتحفظ القرآن، كتحفظ القرآن بالطريقة الصحيحة وبالقواعد دياله، كتقراه كتغنى به. المرأة رجعت كتخرج إلى الميدان إلى الساحة، إلى تخرج إلى الشارع البلجيكي، كتخرج إلى الإدارة البلجيكية. المرأة بفضل جمعية بيتنا المرأة رجعت كتمشي في رحلات، يعني في رحلات إلى باريس إلى هولندا إلى جميع الأماكن. المرأة رجعت كتنظم بيدها، يعني عندها واحد يعني عندها واحد الشخصية ديالها، رجعت كتقول باش نأدي مناسك العمرة، ينظم مناسك العمرة ويمشي ينظم. المرأة كتختار من غادي تساعد. المرأة تعلمت اللغة الفرنسية. المرأة رجعت كاين أطباء طبيبات ما شاء الله في الجمعية كيعملوا التوعية الصحية التوعية الجنسية. قبل كانت التوعية الجنسية طابو، لأن هاد النساء هادو كيجيو من مناطق الريف، وإذا هضرتي لهم في الجنس أو هضرتي لهم في يعني الفحص على الصدر أو الفحص على عند الطبيب النساء يعني كأنها شيء يعني مخجل. الآن كاين طبيبات كيشرحوا لهم يعني الامراض التناسليه، كيشرحوا الاخوات الحاجات هادو. النساء بدات عندهم واحد التوعيه، ولو ان احنا في وسط قلب اوروبا، ولكن بعض النساء سواء العربيات او المغربيات كيجيو عندهم ما عندهمش مره الوعي. يعني بفضل الجمعيه يعني الجمعيه توسعت شويه حتى المهام ديالها، ما بقتش غير المهام كتنحصر في حفظ القران، يعني في حفظ القران ومحاربة الأمية. لا، رجعت حفظ القرآن، محاربة الأمية، التعايش مع الأديان والثقافات الأخرى.
لان حنايا في الجمعيه هو السيد شيف من الناس ديال افريقيا السوداء، الناس من شمال المغرب العربي كيجيو عندنا الناس الناس ديال بلجيكا مثلا او اليهود او النصارى كيجيو عندنا الجمعيه غير اما يعني فضوليا باش يشوفوا شنو هاد الناس شنو كيعملوا هنايا، فهمتي؟ كيجيو هادو ملي كيشوفوا حنا مأدبين كيفاش كناكلوا كيفاش كيطيبوا الماكله مثلا. هاد رمضان، هاد رمضان حنا عندنا التصاور وعندنا الصور والفيديو كلشي. فطروا 700 صائم في اليوم، 30 شهر 30 يوم 30 يوم 700 في 30 كتجي 21000 في الشهر بالفيديو. عندنا الفيديو اوديو كلشي يعني. والنساء بحال ديك الخاليه النحل، النساء كيفاش عاملين يعني، اللي ممرضه اللي طبيبه اللي استاذه اللي كل واحد في المهام ديالو، وكل شيء كيصاوبوا دجاج وصاوبوا ساندويشات وصاوبوا ديك، وكتجي الكاميون او الفورغونيت وكيبداو يديو داك الشيء هذاك. اكيد استاذ سعاد طبيعه الحال يعني جمعيه بيتنا يعني كتبقى مغربيه ومؤسسيها مغاربه، وهذا شيء نعتز به نحن كمغاربه. ولكن يعني حنا معروف علينا مغاربه حب التعايش، ان بلدنا الحبيب فيه مجموعه من 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 يعني من الناس الوافدين اللي كيجيو ليه وكيلقاو المكانه ديالهم في المغرب، وهذا راجل حب التعايش. استاذ رفيعه غادي نسولك، يعني ما شاء الله دابا كما سمعت بان عندكم يعني مجموعه من النساء اللي هما وفيات لجمعيه بيتنا وكيشتغلوا في العمل الجمعوي، شنو هي مثلا اخر شيء حققتوه في هذه السنه هذه وكتطمحوا انكم تحققوه في السنه المقبله ويكون اكبر من ما حققتموه في هذه السنه الحاليه؟ اللي كيفرحني هي ملي كنشوف ديك الام او ديك الاخت او ديك البنت يعني ما كانتش كتعرف العربيه، ما كانتش كتعرف القران، ما كانتش كتعرف يعني بعيده بواحد الحياه اخرى. لما كنشوفها كتقرا القران شاده في القران في يدها وكتقرا وكتجي تعرض واندمجت بواحد الاندماج يعني حببنا لها. يعني حنا انا ما كنضغطش، هذا اللي فيا ما كنضغطش على هذيك المراه، ما كنضغطش عليها، كنحبب لها حتى كنخليها هي تجي وكتقنع حتى هي ديك الزوج كتقنع هذوك الاولاد ديالها كتقنع لما كيشوفوا، حيت هي ماشي سهله تجي تخرج واحد السيده من الدار اللي جات ما عرفش شحال وهي في الدار جالسه ما كتخرج ما كتدخل، داك الراجل خوفا عليها الله يكون في العون. راه بزاف الحوايج كنسمعوا بزاف الحوايج كنشوفوهم يعني باش يعمل ثقه هو يخلي ديك المراه ديالو تسافر تخرج تمشي لالمانيا تقيل وتجي وقيل نهار في واحد الجمعيه وشني سمعت وشني يعني حتى هو كنعيط له كنهضر معاه. يعني تصور هذاك السيد لما كيجي النهار اللي غادي يسافروا يعني غادي يعملوا واحد الرحله، اول سؤال ما كيقول لي واش ماشى معاك، كنقول له ماشى معايا صافي الله يعاون الله يعاون صافي الله يعاونكم. يعني ما هو كان ما كيخليهاش حتى تخرج، ولكن معايا كان ديتهم حتى السينما يعني باش تكون ديك السيده الحجره غادي نديهم السينما، يقول لك واخا يعني عندهم السينما شي حاجه يعني. وفعلا ديت واحد المجموعه كبيره اول مره يدخلوا من السينما، كان واحد الفيلم ديال موسى وفرعون، دخلتهم وشافوا ديك القصه وشافوا السينما ويعني فرحوا واحد الفرحه. ديتهم من باري يعني من باريس دخلوا توغيفيل طلعوا فيها، طلعتهم يعني تقهوا فيها، يعني كتشوف ديك الام واحد الفرحه وكتصور وكتصيفط لولادها، ولادها كيجون عندي فرحاني وما شاء الله عليهم عندهم تربيه حسنه وقروا ولادهم ويعني ولادهم مراكز كبيره يعني محاميين اطباء تبارك الله، وكيتصلوا بينا وكيجيو الام ديالو الا ما شافها ما مشاتش للجمعيه كيسول ما علاش ما مشيتيش، راه خصك لا دابا عندنا العطله دابا عندنا شي حاجه عاد كيفهموها يعني باش تكسب هاد الناس لا من الزوج ولا من ديك السيده ولا من ديك ولاده. يعني ماشي فين ما شاو هاد الجمعيه شنو غتعطيك. انا اول حاجه اللي عملت لهاد الجمعيه عطيت لها واحد الاسم بيتونا، اي وحده دخلت راهي بيتها اليومين هذا الان. انا كنهضر معاك يعني غير البارح كيعيطوا لي في التليفون رفيعه خصنا نمشيو للجمعيه نتلاقاو تما نجلسو نديرو القهوه شحال ما تشوفنا، وهذه دابا مع الامتحانات مع داكشي كنقول لهم عند نساروا ترى عندكم شي
كيمشيو يفتحوا يدخلوا يطيبوا يجلسوا يديروا القهوه يجلسوا يتحدثوا مع بعض، حيت هذيك السيده ما عندهاش شي مخرج اخر من غير هذه الجمعيه، يعني ما عندهاش فين تمشي من غير الدار ديالها ولادها وبس. يعني الجمعيه عطاتها واحد الفرصه كبيره كتعمل فيها الخير، كتقرا ونزيدك واحد نقطه اخرى، راه هي عندهم مناهج مغربيه. شحال تخرجوا هذا العام من الجمعيه ديال النساء؟ 55 تم تخريج 55 من النساء اللواتي حاربن الأمية واللواتي حافظن القرآن عن ظهر قلب. الحمد لله. والنساء اللواتي تجاوزنا يعني 55 سنة وفما فوق. هذا هو دي سولتها، قلت لي شنو حققت الجمعية السنة. وحاجة أخرى، كاين طلبة المغاربة يعني اللي كيدرسوا في الجامعات البلجيكية مثلا، هاد الطلبة هادو بعض منهم ما عندهمش المنحة، إذا بما أنهم ما عندهمش المنحة، لا منحة بلجيكية ولا منحة مغربية، الجمعية شنو كتقوم بهم؟ شنو كتعطيهم؟ كتعطيهم الأكل والمساعدات، يعني من ناحية رمضان كامل كنوجدوا لهم الفطور والعشاء ديالهم والسحور ديالهم، يعني الطلبة عندهم واحد الوجبة ديالهم بوحدهم. هذاك الشيء كديروا بشكل يومي ولا بشكل شهري؟ يوميا حيت ما عندوش فين ياكلوا، ما عندوش فين ياكلوا، والا ما غاديش يقدر يصوم. يعني كنعمل لهم واحد الوجبه ديالهم خاصه للطلبه، يعني كنعمل لهم الفطور ديالهم العشاء ديالهم السحور ديالهم خاصه. كاين اللي كيجي موراها كيجيو موراها كيديوها، وكاين اللي كي صحاباتهم كيجيو موراها كيدي 6 7 ديال صحاباتو كيديوها. طلبة وما كيكونوا يعني من الأوائل اللي كنسبقهم من الطلبة، كذلك حتى في الأعياد أو كنخليو مثلا في العيد الصغير كنديروا الحلويات، يعني حتى الطلبة كنحيدو لهم ديالهم هي الأولية، لأن الطلبة راه ما عنده حتى شي مأوى، يعني ما عنده فين يمشي وكتجبر بصح بأن كل شيء هذاك الناس اللي على برا راه ما عندهمش، ولكن الطلبة يعني واحد الفئة يعني مش غنقول لك قاصحة عليهم، ساكن محيتهم الحفاظة محيتهم القراية والظروف يعني ما كتساعدهمش، يعني ماشي طيب كنساعدهم النساء كيشتغلوا في رمضان حتى النساء، وكاين الرجال عايشين بوحديتهم كذلك، وكاين النساء عاود اللي كيخدموا، وكاين من بلاشكا كتجي كتقول لك انا خصني ندي الافطار اللي كتعملوه انا خدامه وكنعطيوهم. يعني الجمعيه ما عندهاش شي بانك تعمل على هذا مسلم ولا لا لا لا، انا عندي كل شيء، انا عندي الانسانيه، عندي الانسانيه، تعايش سواء ماشي شغلي، حيت كان واحد الوقت كانوا منعوا، واليومين هذا منعوا يعديو الناس الاكل، يفرقوا اي واحد يفرقوا على ديك الناس اللي على برا يفرقوا لهم، بس كانوا كي بحال اللي كيعطيه الماكله وكيقول له شهاد وكيقول له ومسكين خصو ياكل. فواحد النهار ما داوش الجيلي ديال بيتنا وعيطوا لي قالوا لي رفيعه راه البوليس وقفونا ما نفرقوش، قلت لي ياك لاباس، واش ديتو الجيلي؟ قال لي ما ديناش، قلت واخا دوزو لي، عطيتو الفيسبوك ديالنا ودوك المعلومات ديالنا التليفون ديالنا، هذا شافوا حينا شافوا قالوا صافي فرقوا، لان عندنا الحق ومعروف شكون حنايا، اولا كيخافوا حتى على الماكله تكون بيغيمي يعني حاجه فاسده ولا هذا، كيخافوا عاود بعض الحوايج اخرين كيدخلوهم مع داك الشيء هذاك. حنا لا، حنا ما كيهمناش شكون هذا واش كيعمل هذا، انا كنتمنى الانسانيه، وهذاك الانسان خصو من حقه ياكل، من حقه يعيش، من حقه يلبس، من حقه ينعس، من حقه حتى الادويه بعد النوبات كيجيو كل واحد مسكين عينه مريضه، وواحد مسكين عينه هذا فيه السعله، كنديو له كنقولوا له يلا تمشي للطبيب، عندنا الاطباء ديالنا معنا كيساهموا حتى هما كينشروا لهم الدواء وكنعطيهم الدواء، حيت كتجبر الانسانيه فوق كل شيء، الانسانيه هي اول شيء، هي الانسانيه. وحنا كمغاربه
عندنا الحمد لله الإكرام في كل شيء، هذا المعروفة بها المغاربة. يعني مغاربة العالم بصفة عامة، يعني العالم وداخل المغرب مغاربة، احنا يعني ناس ديال الكرم، ديال التعايش، التسامح، التسامح، وديننا حتى هو دين التسامح طبيعة الحال. وكما كان قولوا بأن الدين دائما سلوك ومعاملات. أستاذة رفيعة، أستاذة سعاد، يعني الحوار معكم شيق وجد، يعني في مجموعة من الأشياء اللي النساء خصهم يفتخروا بها كمهاجرات مغربيات، وكذلك يعني كتشرفوا مغاربات العالم، كتشرفوا المرأة المغربية فعلا. أننا نشوفوا نساء اللي هما جاوا البلد، يعني مهجر وحاربوا الأمية وتعايشوا في داخل بلد المهجر، وصلوا الدين ديالهم اللي هو دين الإسلام، وأصبحنا من حفظة القرآن، ويعني وندمجوا في المجتمع المدني، وعطوا صورة للمرأة المغربية المسلمة يعني بشكل جيد. هذا كيشرفنا احنا كمغاربه، وكيشرف كذلك الجمعيات، لان باش نلقاو جمعيات فعلا اللي كيحترموا العمل الجمعوي الجيد النقي اللي هو الهدف ديالهم، اللي كنقولوا عمل جمعوي، نعم، كيبقى هو عمل نقي ويعني جيد. كلمه اخيره للاستاذه رفيعه للمشاهدين في من اجل ختم هذه الحلقه. اللي كان بغي نقول، الانسان عمره ما يفقد الامل، دائما الامل كبير عنده في الله، واخا تكون كبيره، واخا تكون يعني اي راه غادي تقرا وغادي تحفظ وغادي تندمج بواحد الطريقه ديالك اللي بغيتيها انتينا مستحبه، وكيكونوا مساكن عندهم الحشومه، وكيكونوا عندهم، انا كان كل الاخوات يعني يجي ويقراو ويخرجوا من ديك المنزل، يعني يخرجوا من ديك الاعتزال، القوقعه ديال الحشومه وديال الخوف وهذا. فاحنا كنقولوا لهم مرحبا بكم عندنا في جمعيه بيتنا، وبيتنا راه كتمثل المغرب كامل، يعني الحمد لله راه من المغرب كامل عندنا. الا جيتي من المغرب الشرقي مرحبا بك، راه كاين خوتك تما، جيتي من الشرق، جيتي من الشمال، جيتي من الاطلس، راه كاين خوتك تما ومرحبا. يعني الانسان يتعلم، وراه ما كاينش فيها الحشومه، ما كاينش فيها الخوف، ومرحبا بيهم كاملين. وكنشكركم نتوما حتى اللي كبرتو بينا وجيتو عندنا وجينا عندكم، وكنشكركم بزاف على هاد الاستضافة هذه، وكنشكر كاملين المسؤولين، يعني حتى كذلك القنصل العام اللي استضافنا معاه، يعني كنشكره بزاف على النصيحة ديالو وعلى الاستقبال ديالو، وكذلك السي بوشعيب كنشكره بزاف على هاد الاستضافة هذه اللي جعلنا وجينا عنده، يعني الله يكثر نتاعو، الله يكثر نتاعكم كاملين. شكرا إذاعة كاملين، يعني عطاتنا واحد الفرصة باش تتعرف على بيتنا وتعرف على المرأة المغربية. شكرا استاذه سعاد، شكرا استاذه رفيعه على استضافتك، على وجودكم معنا في هذه الحلقه. شكرا مشاهدينا الكرام، امسيه سعيده، والله يخلينا ويخليكم على خير.